A nebudem s trnoj? S trnom? Second rib? Tyk vylám bat bat bat, cedra chaos? Second rib? Third rib? صوت يا شباب لو سمحت. الفورس الفورس صوت يا رجاله بتتكلموا في ايه بس عايز افهم. الفيبس سكس ريب كروكي كده حاجه كده ايه فين الهارت يا دكتور؟ الاورطة هنا اهو ورا الاسترنا بس مستخبي تحتها بيسموا ده اورتك اريا واحد اللي بسمع فيها اورتك ستينوزس بس الميرمر الوحيد اللي بيسمع على اليمين اعلى صوت في الكارديولوجي ما ينفعش تغلط فيه الميرمر الوحيد اللي جاي على اليمين اهو كله على الشمال اعلى صوت في الكارديولوجي معاه سريل تغلط فيه ازاي؟ ان شاء الله ربي ميرسي طب ما كمل اول هاي دي الوايبس يا سيد كده يا سيد سيد شاطر اهو سيد ما شاء الله عليه يا جماعه بقى الوايبس بقى يا سلام تكنولوجيا مظبطك انا ادم الله وكيل انت مظبط النهارده طيب اسمع الله خليك بقى كده معايا نمسح ميد لاين ده مش عايزينه كامل وايبس اهو اسمي يا نص نص بتاع صغير دي بدك واحد نزل نفسك يا راجل ما اجيبها لك بقى انت ما تجيب يا عم احنا قلنا لا ركز بقى الله يخليك بس يا ابني البلمونري البلمونري اهو مستخبي تحت السترنا وبيسموا دي بلمونري اريا الكلام ده بيكس بطن اطفال معانا الاثنين دول اسمهم البيزو والزهارت اكيد البيز فوق والبيكس تحت ما ينفعش البلمونري ده يطلع بره يعني مفيش هنا بلسيشن ولا هنا بلسيشن مفيش دالنس ولا دالنس عشان مستخبين تحت قصه المارجن والدم جواهم كده اهو اهو وده الدم جواه كده اهو مستخبي امتى بقى يطلع لي بره هنا لو في بلمونري هايبرتنشن هيدايليت في سيستميك هايبرتنشن هيدايليت ولذلك ممكن يقول لك تقدر تقول لي اذا عندي عنده هايبرتنشن ولا لا في اكزاميشن واحد بس مكتوب في كتاب الهايبرتنشن بقعد اقيسه اسبوعين عشان اقول هايبرتنشن اقول له اكزامن الاورطه جاليه لو فيها بلسيشن ودلس يبقى الاورطه دايليتد يبقى هايبرتنشن مات الكلام طيب لو في انوريزم نفس القصه هيطلع بره شوف بقى الليفت اتريم ماشي ازاي الليفت اتريم اهو بص ياخد الحته دي كده اهو وان فينجر دلس في الثيرد سبيس وان فينجر دلس في الثيرد سبيس وبعدين تيجي نازل كده اهو كده اهو لحد مين لحد ميد ازاي لاين اللي هو ميكرو بيبلر ده ميكرو بيبلر لاين وتيجي راسم مين يجي راسم الليفت فينتر كده اهو الليفت فينتر حته صغيره دي الابكس دي وتيجي راجع كده بالازرق ده اللي هو الرايت وتخش كده اهو وتيجي راسم له الرايت اكريم كده تعالى يا عم اهو تاني كده ايه الهارت اهو تاني اورطه وبلمونري في السكند سبيس يعني على البيز الزهر شايف ولا ايه؟ تعالى كده يا عم شويه كمان اورطه في السكند سبيس باراسترنال والبلمونري دي اسمها اورطه اريا وبلمونري اريا يعني بيزو زهار الله يستر حالك تعالى معاك ماشي هات ما من حنفيه ولا ما نضيف ولا ايه؟ لسه جاي بقى لها نص ساعه منين يعني؟ من حنفيه يا عم عبد هات ما من بره يا عم عبد ما على حسابي خلاص؟ ما على حسابي اقفل الباب يا عم بس يا دكتور مش عايز ابيض خالص بس يا عم الدكتور بس هات الصوت بقى لسه جاي من الحنفيه لسه جاي من الحنفيه لسه جاي من الحنفيه بص يا عم اورطه بلمونري تحت ايه؟ تحت الاسترنم مستخبيين ما بيطلعش بره اهو مفيش دلس ولا بلسيشن ولا حاجه الليفت اتريم واخد وان فينجر بس وان فينجر في ثيرد سبيس وبعدين بيكمل كده اهو الهارت يجي لحد ميد كابيكال لاين الليفت فينتر يرجع كده ماشي في فيفث سبيس تحت منه الليفر بالظبط اهو الليفر اهو الليفر تحت منه بالظبط اهو تحت منه ده الرايت فينت كل ده رايت فينتر وهنا الليفت ايه؟ الرايت اتريم اهو الليفت الرايت اتريم يبقى ده الليفت الرايت
يعني المفروض ان حالي كده اهو مفيش اي دلنس على رايت سايد نهائي بتاع السيرنر، كله ريزونانس. وهنا السكن سبيس ده فري، ستيل سبيس في وان فينجر بس بتاع ليفت اتريا، وبعدين ليفت فينتركل. هنا البروكيشن ده الهارت بقى مقرف، هتبركاس اورتك اريا كده، تبدا منين؟ ميد كلافيكولار ده وتمشي كده، هتبركاس البالمونر اريا كده، هتبركاس الويست ده اسمه الويست كده. ويست ليه؟ هو مش شرط تعمل كده؟ ده ويست ولا مش ويست؟ احنا اهو احنا كده، احنا كده ده ويست بتاعنا. هو عنده ويست واحد الهارت، الويست اللي بيعمله في تاتريوم لما بيكبر بيعمله بلتريت ويست، وبلتريت احنا لما ندخن جينا بلتريت ويست بقت كنز لايك. كبر كمان شويه اتريوم بقى بالج كده، انت تكبر تبقى بالج كده وبالج كده، بقيت بتنجان لايك. تمام؟ طب بص معايا بقى كده، ده الويست وبيقص كده اهو. الويست بقى خليه لون تاني اهو، الويست اهو. طب هنا هتبرقص كده في ثلاثة وفي أربعة، دي اسمها رايت بوردر لحد الاسترنا مايل، رايت بوردر كده. طب تعالى نحرك كده اهو، ارفع دراعك غمض عينيك واحلم معايا. بص معايا كده اهو، هتبرقص من ميد اكزيلري وتخش كده لحد ميد ايه؟ كلافيكرو. من هنا تخش لحد هنا، ده اسمه الليفت بوردر او الايبكس. البوردر ده اهي تاني، ارفع دراعك التاني التاني دكه برضه. ايوه كده. بص معايا كم منطقه البالمونر اريا، اورتك اريا الاول اهي من ميد كلافيكولار لحد مين؟ لحد الاسترنال. البالمونر اريا رقم 2 من كلافيكولار لحد الاسترنال. الويست من كلافيكولار الاسترنال. الرايت بوردر 3 و4 من كلافيكولار الاسترنال. الليفت بوردر مختلفه او اسمها الايبكس، من عند الميد اكزيلري لاين اهو لحد الميد كلافيكولار، لحد الميد كلافيكولار اهو. الرب كده في 4 و5، في 4 و5، في 4 و5 تاني. يبقى عرفت البوردرز؟ يعني رايت بوردر 3 و4، الليفت 4 و5. الرايت من عند الميد كلافيكولار للاسترنال، الليفت من ميد اكزيلري للميد كلافيكولار. الارض جاي على الشمال. نعم. الويست ده مش طبعا بوردر؟ الويست لا، الويست لوحده. الليفت بوردر هي 4 و5، الويست ده حته لوحده اسمه ويست. بركشن لوحده. تاني؟ تاني. البركشن ممكن يبقى بركس البيز، البيز يبقى اورطه بالمونري مع بعض. اعمل شيفتنج دارنس على اورطه بالمونري برضه. يبقى البيز هو اللي بتعمل عليه ايه؟ الشيفتنج دارنس. يبقى عندك الاورطه ميد كلافيكولار لحد الاسترنال. والبالمونري ميد كلافيكولار الاسترنال. الويست ده لوحده ميد كلافيكولار الاسترنال. الاقي وان فينجر دارنس. لكن الاورطه بالمونري مفيش دارنس خالص. الرايت بوردر ميد كلافيكولار الاسترنال مفيش دارنس. الليفت بوردر بقى في 4 و5 ميد اكزيلري لحد الاسترنال لحد ميد كلافيكولار. دول مش 4 و5. نعم. مش 4 يا عم بس مغازن يعني اهو 4 و5 2 3 4 5 هو مش راسم بالظبط يعني. طيب هنبركس بقى يا دكتور، انبركس. تعال بقى بتعملها ازاي. انا بدات بادئ الدانس في جنبك، بدات بادئ الدانس، رحت جاي كده اهو سكن تك 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 هوب بادئ الدانس. خد نفس وقتن طيب ده البركش. شوف بقى تخش الهارت ازاي. هتقول له السند وان سبيس بقيت في 4، لف صباعك فيرتيكال اهو بركص الميد كلافيكولار لحد الاسترنال. هيفي بقى طبعا مش مالك وانا واقف، لازم اكون نايم. ايه ده؟ عملت اربعه، ارجع اكمل في ثلاثه، ما علقش ما عملش كومنت في ثلاثه فوق منه. نو ضلنس على الرايت بوردر ظهرت. اطلع اكمل في اثنين. نو ضلنس على الاورتو اريا. اجيب البلمونري. نو ضلنس على البلمونري اريا. يعني نو ضلنس على البيس. خلصت البلمونري؟ اه. لوز انجل سكند ريب سكند سبيس سيرد ريب سيرد سبيس. الويست. هيفي. وان فينجر ضلنس. وان فينجر ضلنس. باراستيرنا. الليفت بوردر بقى او الايبكس تنزل كده اربعه وخمسه. تعالى ايدك على دماغك. يلف كده اهو. العين طبعا على جنبه. تمام؟ وجهك كده اهو في اربعه اربعه اهو. اخبط كده. لحد البلسيشن بتاع الايبكس واقف وارجع تاني في خمسه. نو ضلنس اوت سايدز ايبكس. ازاي يعني؟ يعني المفروض الايبكس اهي البلس بتاعها بعدها مفيش ايه؟ ضلنس. لو في ضلنس يبقى ده بريكاردر فيوجن كده. بريكاردر فيوجن. اسمه ضلنس اوت سايدز ايبكس، البلس هنا والضلنس هنا. افرض الايبكس ديت جت هنا اهو. اتحركت وجت كده اهو. اجيب من بره لحد هنا واقف عند البلسيشن. واقول له ضلنس اوت سايدز ايبكس. جت هنا اهو. اجي من بره واقف هنا. واقول له نو ضلنس اوت سايدز ايبكس. لحد الايبكس الاول ده النورمال بتاعي هو الايبكس. هي اب نورمال مش مشكلتي، انا بتكلم عن نورمال في البركشن. ان ما يكونش في ضلنس بعد البلس.
مش هقول لك الايبكس دكتور اهي وانا واخش بركشن لحد هنا عيب الايبكس اهي شيفتد او تور داون نور انا اجيب بركشن من بره لحد البلس واقف ده النورمال بقى بالنسبه للبركشن ان ما يكونش في دانس بعد البلسيشن لان الهدف من البركشن هنا في الايبكس ديتكت البركشن بركشن على البيس كده هتعمل بركشن كده اوتو كاري بركشن كده بالمونر اري لا ما انا عشان اقول لك حاجه بس نو ضلنس على بالمونر اري كده ما ينفعش اعمل شيفت ضلنس ما ينفعش كده معناها ما فيش ضلنس اهو ما فيش بركارديال فيوجن ولا في انيوريزم ولا في هايبرتنشن اسمع بقى امتى بعمل شيفت ضلنس بالقص كده 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 بوبلي ضلنس تلف صباعك بقى هورزونتال كده وتلزقه هنا تقوم قاعد العيان اقعد وصباعك ما يتحركش لف ناحيته صباعك ما يتحركش وتديله كده ايه مينت عما الميه تنزل تحت يحصل ايه بركاست مره تانية ترن ريزونانت يبقى بركارد فيوجن يبقى شفت مدلس عملته ازاي هنا كان نايم وقعد في الشست العكس لو عندك هيدرونيموثوركس العكس ازاي ببركاست وقاعد من هنا فيرست بيس كلافيكل فيرست بيس سكند سير ضلنس نام الماء ترجع في ظهره نام منت ترن ريزونانت شفت الشفت ضلنس في الشيست عكس الهارت الهارت خبط وهو نايم وقاعد العيان يتحول لريزونانت الشيست خبط وهو قاعد ونايم العيان يتحول لريزونانت خلاص فهمتوا الحته دي يبقى انا بعملها امتى لو في ضلنس على البلمونري او الاورتك على البيز ده المكان الوحيد بيعمل فيه شفت ضلنس باقي في الهارت تروبس اريا هنقولها مع السبيشال اريز باقي ليه بير اقولها مع السبيشال اريز اهو السبيشال اريز هي مين هي بير اريا وكرونكس وتروبس قلنا تروبس خلاص دي خلصت خلاص كده تعال بقى ناخد البير اريا بير اريا مع الهارت المره انا كده خلصت ايه بادي ضلنس كارتك بيركشن غير ضلنس اسايتس لور بوردر تروبس اسايتس فور بلادر وسبيشال اريز كمان هتخلص معاك كمان اهي البركشن كله هيخلص اهو اقف يا عم اقف يا عم لون بير اريا فين يا رب تكون ثبتوا حاجه ما يكونش حد منكم توه ولا حد مش مركز حد مش مركز حد تاني طيب حد مش فاهم طيب فين يا دكتور البير اريا دي يا دكتور وايه قصتها ده ليه حكايه لسه اسكولتيشن طبعا لو ربنا كرمنا خلصنا القشه النهارده يبقى رضا الاول القشه ولا بس اسكولتيشن حاسه برضه اسكولتيشن كارديو وشيست وابدومن ده كده مشكله كده لازم نقول لها انسبكشن مع الدكتور بس لا انسبكشن بكره بلبش اسرع عرفنا انتوا حاجات مش عارفينها يعني انتوا عارفين ده كله لا اكيد في حاجات مش عارفينها يعني بكره النهارده ناخد انسبكشن معاه بكره ناخد البلبشن معاه مع الاسكولتيشن بس اصل البلبشن تشيس مش في حاجه هو الابدومن اللي فيها ليفر وسبلين وبعد كده الاسكولتيشن بقى فين البير اريا دي الميد لاين اهو الميد لاين والميد كلافيكولار لاين اهو فاكر الخط اللي كان بينهم ده اهو اسمه ايه فارستيل بعت لي كده اهو بص سكند سبيس سيرد ريب سيرد سبيس فورس ريب اهو فورس ريب اهو وصلوا بقى كده اهو وصلوا لحد مين لحد ميد لاين فيفس سبيس سيكس ريب سيكس ريب اهو وصلوا لحد مين لحد الميد لاين وتيجي على الباراسترنال وتيجي عامل خط منحني كده اهو كده اهي 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 دي بير اريا السؤال الشفوي بقى مربعه يا ابني لا دي شيب او كونفكس او تور مربعه لا دي شيب او كونفكس او تور يبقى فين يا دكتور 4 و5 دي بير اريا بتاعتنا طب في الاطفال اطلع سبيس اطلع سبيس ايوه طيب بص معايا بقى كده ادي الربع رقم 4 الربع رقم 6 طب منين لفين من ميد لاين للبارا ستيرنال بس على البارا ستيرنال يبقى كونفكس او تور مش تبقى نازله معايا كونفكس لبره شويه بما ان دي اريا ممكن تعمل بركشن في جميع الاتجاهات اعملها من فوق لتحت من تحت لفوق من الجنب من الجنب ده اعملها اوبليك اي اتجاه صح ولايت ايه البر اريا اريا اوف ذا لانج ذا هارت نوت اوف لايت باي ذا لانج يعني المفروض ان لانج كان كده اهو الامبيرولوجي 3 لوبس لوب 2 3 ودي كان زيها اهو لوب 2 3 اللوب ده ابزوربت بقى منه حته اسمها رينجولا صح ابزوربت
باقي منه نمره الهارت ظهر كده اهو الهارت اهو بظهر لك كده في ايه على بره ايري اوف ظهر نوت كفر بازلان اسمها بير فهي مشكلتها انها ايه مش ريزونانت ومش ضل الهارت بعيد عن الشيست شويه واللانج بعيد تيجي تخبط لاين بيرد نوت لو اللانج كبرت انفيزيما هتغطيها كده يبقى بقت ريزونانت لو حصل بريكارد الفيوجن اهو كده هينفخها هتبقى ضل فهمت ازاي تعالى بقى نعمل بريكشن ليها ازاي المشكله في تعالى اقول لك اعمل بريكشن الاقي واحد راح جاي مد ايده على طول ايه يلا الحلاوه دي ايه ده تك 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 امبيرد نوت يا باشا ايه يا دي الحلاوه دي وتيجي البنت من دول تقص البير اريا يا عمو ممكن بركص البير اريا بتاعتك يا عمو اه ايه حلوه ايه حلوه يعني فيها ايه يعني حلوه يعني بيرد حلوه يعني ايه طب استنى كده استنى استنى يا عم حلوه حلوه يا عم يا دكتور اوعى تمد ايدك لما تحدد فين البير اريا ازاي ادي اللوز انجل سوبر سنوتش لوز انجل اهي سكند ريب سكند سبيس ثيرد ريب ثيرد سبيس فورس ريب ايوه فورس سبيس تفشل بعد يحب البير اريا هتصب عينك فيها بالقص يا باشا امبرد نوت امتى تبقى ضل ادي السؤال التاني امتى تبقى ريزونانت ادي السؤال حدودها ايه ادي حدود السؤال التاني خلص البير اريا بقى كرونز اسمس تعالى يا عم كرونكس اهو خد كرونز اسمس اهو خد الميديال توسترد من الكلافيكل اهي الميديال توسترد من الكلافيكل اهو وخد البوستيرور هاف الميديال هاف وفي سكابلر سباين اهو اهو خش تشكر يا عم عبده يا ربي يعني مش عارف اشكرك ازاي شكرا جدا معلش تعبتك معايا بص معايا كنت بقول ايه اه ميديال تو سيرد اوف كلافيكل ميديال هاف سكابلر سباين طب واللاترال بوردر جانكشن بتوين زم وميديال بوردر جانكشن بتوين زم يعني من عند الاسترنو كلافيكولار جوينت لحد سي 7 من عند الاسترنو كلافيكولار جوينت لحد ايه سي 7 ادي كرونكس اسمس اهو كرونكس اسمس اريا اوف ريزونانس فوق اللانج ايبكس اريا اوف ريزونانس فوق اللانج ايبكس تمام حدوده ايه ميديال تو سيرد كلافيكل ميديال هاف سكابلر سباين الجانكشن ما بين الاسترنو كلافيكولار جوينت وسي 7 او بين البوردرز وبعضيه وهنا نفس القصه ميديال تو سيرد ما عندك يا ابني في ورقه لما تفتح الصفحه اللي فيها كرونز اسمس مرسومه عندك كل حاجه هي الوحيده اللي متحرك من البلنس من الرجل مرسومه مرسومه عندك في البروكشن تشيست نعم ايه معقوله اهو كل البركشن متحول من من الريزونت للدالنس ما عدا دي من الدالنس للريزونت من الدالنس للريزونت بص معايا كده الله يخليك الباوندرز بتاعتها ايه؟ الباوندرز البركشن عندك كل حاجه ورق كامل جدا ومكتوب بالعربي تنزل ازاي تطلع ازاي والرسمه عندك كل حاجه واضحه فيه خلاص؟ طيب الباوندرز بتاعت الاسمس ده ايه؟ اللي ما خدش ورق يبقى بكره نجيب له ورق ان شاء الله وبكره اجيب لكم الكارديو ان شاء الله والجنرال جنرال حلو قوي والنيور اه عامل جنرال الاطفال وبطنه اه بس فاجر قوي الجنرال انا عملته لسه مكتوب بخط ايدي يعني لسه كاتبه لسه قريب كمان لا الهيماتولوجي لا هو الجنرال زي مش اصل عامله ضمه في فايتال ساين مع الليمف نود مع ثايرويد مع بطنه مع روماتولوجي فانت عايز ايه عايز ورق تقرا منه تخش اي امتحان بقى تخلص مش تقعد تذاكر ده من هنا وده من هنا وده من هنا فهو هيبقى كويس ان شاء الله والكالرز والجونس والحاجات دي كلها اطفال وبطن والاسئله بتاعت النظري وجاوبها ازاي اللي فيه مش هتقرا نظري خالص ان شاء الله بس لما تبقى بقى تعدي الامتحان وتبقى حلو كويس كده دعوه كده وانت بتصلي كده عشان ما يعملش حوادث بقى تاني كفايه سيء بص معايا كده ده خلاص بقى تاني بص معايا بس عملت حادثه بالعربيه التانيه ركز معايا بقى اسمع بقى اسمع خلاص صل على النبي بقى خلاص الانتيريور بوردر بتاعته ميديال تو سيرد كلافيكل والبوستيريور بوردر ميديال هاف سكابلر سباين واللاترال بوردر جانكشن بتوين زم والميديال جانكشن بتوين زم او من سترنو كلافيكولار جوينت لحد سي 7 ده ايه تحت منه الامس تحت اللانج
يبقى ريزونانت بالقص يا سيدي بتنزل من دالنس لريزونانس من النك كده او من الكتف كده ده كونز يسمس برن اهو السؤال المتوقع ايه اللي يعمل دالنس على كونز يسمس ابيكل شوف سرات ابيكل سوليد ليجن يعني ايه لا مش كومن امسك الكومن بنقص حاجه ليه ابيكل سوليد ليجن زي مين زي الابيكل نيمونيا ابيكل نيمونيا ابيكل نيمونيا مين اللي بيعمل ابيكل نيمونيا التي بي رقم واحد التي بي دوت اصل انت لو قلت ابيكل سوليد ليجن انت اثرت يعني اثرت على الراجل قلت كل حاجه كده خلاص انما لما تعد تي بي هتنسى لا ابيكل سوليد ليجن زي التي بي فريدلاندر نيمونيا تبقى ابيكل برضو بلورال كاب البلورال لما يحصل فيها فيبروزس تحس ان اللنج لابسه تغير بلورال كاب بلورال فيبروزس بلورال كاب بانكوس تيومر دول اتنين رير بانكوس تيومر ده برونكيال كارسينوما بس في الابس يبقى ابيكل سوليد ليجن كل حاجه مكتوب عندك ابيكل سوليد ليجن زي التي بي فريدلاندر نيمونيا وبلورال كاب وبانكوس تيومر كده اسمش ايه خلص خلص خش على مين بقى تشيست بروبر سبيشال بريكاشن تيست اللي هو شيفتنج دالنس بتاع الشيست اللي عملناه من شويه تمام كده اهو راح ماشي ده شيفتنج دالنس نخلص منه كمان مره اهو احنا ما خلصناش شيفتنج دالنس في ادم اهو قاعد زي ما انت عارف هنا عايز واحد من الصوره بعمل ايه قاعد العيان كده دلوقت الميه تحت ولا فوق بقى خبط على كلافكل دايركتلي بص وبعد فيرس سبيس سكند لايت سيرد لايت هوب ليه دالنس مثلا كده عنده هيدرونوسوركس تثبت بقى كلام ازاي ينام هيحصل ايه المايه تيجي ورا والهواء يجي قدام خبط ترن ريزونانت ده شيفتنج دالنس شور ان هيدرونوسوركس افرض الدالنس فضل موجود يبقى عنده نيمونيا يعني وقع تنزل عنده انسيستد فيوجن انفاركشن كوبلر باراليسيس باراليسيس كوبلر سبفرينك ابسس طيب ده بالنسبه لمين؟ طب ارجع تاني. السيست بروبر بقى ده بيت القصيد. تبقى بركشن كده ايه؟ خلص. كارت البركشن قلنا ايه؟ قلنا البيز والويز ورايت بوردر والليفت بوردر ايبس والبير اريا وده كله خلص خلاص كارد كده. برضو كده تمام حد له سؤال فيه البروبر بقى ده يلا يا عماد مش احسن بركاش على بعضه احسن بس احسن صح هو في نعم نعم لا طبعا زي نايم بس ماشي لو في فيوجن طلع فوق كده يا جماعه بركاش كويس حد في حد حاجه وقع منه كله تمام الشيست بروبر بقى دوت لازم بقى ايه نمسح كل اللي هي مشاكل دي علشان اضبط كده طب ده كمان اهو كفايه ده هو بلاش عشان كده طلع غالي المهم عباسي لازم يقول اي حاجه لو ما اتكلمش يتعب اي كلمه خلاص اي اتكلم انت قول عايز تقول ايه قول ده انت مشكله انا بصور ليه بدأ من ينزل حب ينزل حب منك